لا يخلو شريط مصور يحكي تاريخ السياحة اللبنانية في حقبة ما قبل الحرب من مشهد لفندق سان جورج العريق ولرواد شاطئه وخليجه. هذا الفندق كاد يصبح معلما من معالم بيروت يميزها عن سواها من عواصم العالم العربي، لما شهده من ازدهار قبل أن تدمره الحرب الأهلية مرة، وتفجير الرابع عشر من شباط 2005 مرة ثانية، والقرارات التعسفية مرة أخرى. 20 سنة ما بناخد رخصة، تروحي لعند الزلم يقول لك بدي رخصة، بيقول لك لا، المسيو حريري قال ما تعطيه رخصة، ما تعطيه إغاثة. بتروحي لعند رئيس وزارة ما وبتقولي له يا حبيب قلبي عمول معروف مضيلنا الإغاثة ساعدنا، بيقول لك يا بيقول لك انت يا فادي مزعل الكل، يعني معناته مزعل واحد، ويا بيقول لك انا اذا انا عم بتلومني لومني اذا غيري موديلك، معناته انه في تعليمات في سياسه وحده. ما بعرف شو بي هيدا الرئيس الوزاره القديم اللي منيح اللي راح، اوكي ما بعرف شو بي هو والسليله كلها شو ضد سان جورج، ما كنت افهم انا. يعود الخلاف بين صاحب الفندق فادي خوري وسوليدار وآل الحريري إلى منتصف التسعينيات. اليوم وبعد هذه السنين نجح الخوري في الحصول على رخصة لإعادة الترميم والبناء من بلدية بيروت، وهو ما يعده صاحب سان جورج إنجازا في عهد الرئيس ميشيل عون. بهذا العهد مسؤول هذا العهد، يعني مش عم بحكي عن الكارثة اللي نحن اليوم فيها، بس بهذا العهد اللي هو أحسن عهد بالنسبة لسان جورج، لو إنه رح نفلس سان جورج وغيرنا. ليش أحسن عهد وما إنه حتفلس؟ لأنه لمرة صار عنا رخصة. على الرغم من الحصول على الرخصة، سيبقى سان جورج محاصرا بسوليدار التي سرقت بحره وخليجه، ولا شيء يبرد قلب خوري إلا أن تسترد الدولة اللبنانية ما ردمته الشركة الاستثمارية. أنا برأيي إنه بس التعدي لهون قدامك هيدا من هون ورايح، اعتبريه هيدا لحديد الطريق، اعتبريهم 125 متر وضربيهم ب 2 كيلومتر بيطلعوا 250 ألف متر. أنا برأيي هدول بس هدول 100% للدولة، فرجيني تشوف وين هو العسكر والدفاع عن الدولة. وبعدين هيدا التعدي الثاني اللي عملوه هنيك اللي هو على الممشى اللي مسكر بالبيتون، روحوا سألوا مين الإدارة. أنا برأيي أنه نحن العجز الدولي مخيف، بس إذا بتحط إيده على أراضي اللي هي إلها وبتزيح سوليدار من الوجود تيرتاح ويتنفس الشعب اللبناني، وبينقروا هالبير بقى يطلعوا لنا شوية بترول وبيرجع بينعش لبنان شوي 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 شوي. ما زال انت عارف انه سوليدار مددوا له، ليه بعدك حاطت انه ويل اند بال 2019؟ طب لانه لا تواخذيني، ما لحقت انه اكتب must end in 2019 and I hope it will end. إذا ما if it does not end يعني ما راح يصير فيه شيء. لطالما طمح رفيق الحريري إلى شراء فندق سان جورج، لكن صاحبه كان يجيبه بالرفض دوما، حتى شاء القدر أن يرتبط اسم الرئيس الشهيد بهذا الفندق العريق. حليمة طبيعة، قناة الجديد.